من اخبار امبارح للاخبار اللي هتحصل النهارده، والنهارده هيتم اطلاق النسخه الاولى من المنتدى الاول للاستثمار والتجاره بحضور الدكتور علي المصلحي وزير التموين، وهيتم فيه عرض اهم الفرص الاستثماريه الجديده في انشطه التجاره الداخليه على مستوى المحافظات، وده في اطار توجيهات رئيس الجمهوريه برفع كفاءه منظومه التجاره الداخليه. النهارده كمان المجلس الاعلى للثقافه هيعقد اجتماعه 66 برئاسه الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه بمقر مسرح الهناجر بدار الاوبرا المصريه. كمان النهارده هتنطلق اولى فعاليات مهرجان اسوان الدولي للثقافه والفنون في دورته التاسعه، وهيستمر لحد 22 فبراير الجاري على هامش ظاهره تعامد الشمس على قدس اقداس بمعبد ابو سمبل. النهارده كمان هيتم فتح باب التسجيل واتاحه كراسات شروط حجز وحدات سكنيه جاهزه للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل على الموقع الالكتروني لصندوق الاسكان الاجتماعي ضمن مبادرات البنك المركزي اللي وجه بيها سياده الرئيس.